متابعي قناة الفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة نستضيف سي عادل الفضيل، رئيس منتدى الشباب 2030. أولا من أجل بداية الحديث حول هذا المنتدى، الأهداف ديال هذا المنتدى، علاش خسروا 2030 وش يسيبليو على كأس العالم 2030، وثانيا باش نهضروا شوية حول يعني كيفاش الناس يعني والشباب غيدبروا العطلة الصيفية اللي هي على الأبواب، خاصة على مستوى يعني الريادة، وكيحيث كاين واحد الاقتراح تيقول بأن ضروري أن المؤسسة التعليمية تفتح الأبواب ديالها في وجه الجمعية الجادة من أجل يعني باش الناس يمارسوا الرياضة داخل الملاعب الرياضية لهذه المؤسسة هذه. من أجل نناقش كل هذه القضية ديالنا نستضيف كما قلت السيد عادل الفاضل. السيد عادل الفاضل، مرحبا بك. شكرا سي أحمد، هذه دارنا. شكرا بك. ربي يخليك، لك كبر بك. سي عادل، علاش خسريتوا 2030 يعني باسم تاع الجمعية ديالكم أو المنتدى ديالكم؟ وكما كيعلم الجميع، جميع الدول اختارت الرؤيه الاستراتيجيه ديالها ديال 2030. بلدان كثيره لا في المجالات ديال التعليم ديالها لا الصحه، باجمال خدات على اساس افق 2030 خاص يكون تغيير ويكون نظره. وبالتالي كما كانت الحكومه المغربيه ديالنا ولا المملكه المغربيه ديالنا خدات هي الرؤيه الاستراتيجيه لا في التعليم لا في هذا، كما كنعرفوا 2015 2030، كما سبقتي واشرتي على التظاهرات اللي احنا مقبلين عليها ديال 2030 ديال كاس العالم، كاس العالم وتظاهرات والتنظيمات اللي ربما مقبلين عليها ان شاء الله. غير فيما يخص ديال 2030، احنا كنا في 2018 كفاعلين مدنيين حاولنا اننا في الرؤيه الاستراتيجيه نختاروا اننا كيف جات الفكره. هي هاد ملي بدينا كنشوفوا بان هناك رؤيه استراتيجيه للمملكه من 2015 ل 2030، قلنا لما لا بدورنا كحنا كفاعلين مدنيين نحاولوا نساهموا في التنميه وفي التطلع ديال المملكه ديالنا، ونحاولوا نخلقوا وننتجوا مع بعضنا واحد الشباب اللي يكون مقبل ويكون وفق التطلعات ديال 2030. حنا دابا في 2024 2030، واحد السنين تتشوف ان المجتمع المدني قادر يلعب هذا الدور اللي تتهضر عليه، والمساهمه في التنميه والمساهمه في يعني التطوير تاع، وهذه هي الادوار ديالو الحقيقيه الى تمت الاشراك ديالو. كما تنعرفوا دابا المجتمع المدني دستوريا ولا الاشتراك ديالو من الضروريات في تنزيل السياسات العموميه. وبالتالي الى حاولنا ان نهمشوا المجتمع المدني او ما نتصنتوش ليه او ما نكونوش تنتحاوروا معاه ونعرفوا الافكار ديالو حتى هو فيما يخص التنميه ولا دوك الرؤيه كما كتب الاستراتيجيه اللي هي اللي كتبني على بزاف ديال البنود. بالتالي مع بعض الفاعل السياسي والمدني والاقتصادي والحقوقي وجميع الفاعلين اللي مشتركين في المملكه السعيده، ممكن اننا نساهموا حتى حنا في انتاج وفي تحقيق هذوك المبادئ. بالنسبه لكم المنتدى ديالكم واش يتم على المستوى المحلي والجهوي تاع الدار البيضاء ولا على المستوى الوطني؟ هو الرؤيه الاولى كنا على اساس اننا نكونوا على المستوى المحلي، بطبيعه الحال خاصنا نديروا البصمه ديالنا على المستوى المحلي، وممكن اننا نديروا فروع، ولكن ارتئينا الى حدود اللحظه اننا نبقاو اقليميا يعني على مستوى عماله مولاي رشيد. دابا على مستوى على مستوى عماله مولاي رشيد في اطار تنزيل بعض المشاريع اللي تنشاركوا فيها على مستوى ذاك اوراش، على مستوى المخيمات، وانت قلتيني مقبلين على المخيمات الصيفيه، لا على مستوى تنزيل بعض السياسات العموميه في الاقليم. وتتعقدوا شراكات مع المجتمع، مع يعني المنتخبين، مجالس المنتخبه، على مستوى الدعم، على مستوى واش تحصلوا على الدعم؟ على مستوى الدعم بطبيعه الحال كانت عندنا عده شراكات مع مجلس مدينه الدار البيضاء، لا مع مجلس عماله الدار البيضاء. هذه النسخه ولا النسخه السابقه؟ لا، هذه النسخه ولا النسخه السابقه، ومشكورين حتى هما مجلس المدينه ولا هذا، تيعرفوا اشنو هما الجمعيات النشطه اللي ممكن انهم يدعموهم وهذا، وكنا لنا الحظ اننا دعمنا، وكنا حتى في هذا ديال 2014 هي احنا طلعنا للكلاسمون ا 2024 هذه اللي كاينه في حيت حنا تنديروا داك الشق الاجتماعي. وفي مجلس عماله الدار البيضاء كان عندنا شراكه كما سبقت وذكرت لك في اوراش، لا النسخه الاولى
لا لا النسخه الثانيه. تركزتم على المجال الاجتماعي بالاكثر. آه. بالاكثر المجال الاجتماعي. يعني في الرياضه وداك الشيء ما عندكمش؟ لا. آه. هنا فين كنقولوا بان ضروري في هذه الجمعيات باش دير الادوار ديالها الحقيقيه خاصها اولا تكون تيماتيك يعني. آه. تكون موضوعاتيه. موضوعاتيه وهذا. آه. هو المطلوب اللي حنا تنطالبوا به دائما ان خاص اللي تيفهم في الرياضه يمشي في الرياضه اللي في الاجتماعي في الاجتماعي اللي في الثقافي الثقافي. وبالتالي ملي غادي نديروا الادوار ديالنا وفق الاهداف اللي مسطرين غادي ننجحوا كاملين. كاين مجموعه من الجمعيات، كاين بزاف تاع الجمعيات، ولكن على المستوى يعني الواقع ولا المستوى يعني النشاط ديال الجمعيات ما تلقاهمش. تلقاهم بزاف تاع الجمعيات على مستوى الورق فقط، يعني حتى الدور ديالهم على المستوى الواقع ما كاينش شي دور اللي هو كبير. يعني علاش هذا السبب هذا بالنسبه لك؟ واش الاهم هو الكم ولا الاهم هو الكيف؟ دابا انا غنمشي معك في واحد المساله. المجتمع المدني كما كنا كنعرفوه حنا من السبعينات واللي تربينا على 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 كوادر في هذا العمل الجمعوي اللي حببونا اننا ندخلوا العمل الجمعوي. وبطبيعه الحال راه خاص شي حاجه تكون انيفك. العطاء راه تربيه وراه مبدا وراه شي حاجه اللي كتربى فيها. راه ما يمكنش تجي وتقول انا غندير الخير ولا انا غندير هذا المسار ولا غنساهم في انني نكون خاصة أنه مؤطر بشكل تطوعي ومؤطر. آه. لا. هنا فين غنقول لك ان فين تفرخات الجمعيات الاكثر فاش جات المبادره الوطنيه في 2003 تما ولاو جمعيات بزاف واهداف مشتته. كتلقى جمعيه رياضيه ثقافيه جماعيه. هادشي ما يمكنش نديرو حنا كلشي، ما يمكنش. وبالتالي هذاك العدد وهذاك الكم الهائل اللي تفرخ في هذيك المده تفرخ من اجل الدعم. او من اجل بعض السياسيين اللي كانت كما كنا كنعرفوا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كانت كتكون الرئاسه ديالها من 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 رجل السياسه. يعني المنتخب. وبالتالي كان دوك الناس اللي ينتمون الى المحيط ديالو تيخلق لهم جمعيات وتيقول لهم باش يعني يحاولوا المهم يعاونوا دونو يعني يعاونوا في الانتخابات. وهو هذيك الميزانيه المرصوده لهذاك كيحاول انه يعطيها لهم وما نجحاتش. راه بالتالي راك عرفتي دابا المنتخب ابعد من رئاسه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ودابا ولاو كيترأسوها البشاوات. وهذا بالتالي جواب على ان من بين الناس اللي ما نجحوش الافق ديال المبادره الوطنيه هما هاد الناس المنتخبين اللي كانت عندهم سوء نيه. هضرت على المنتخبين، كاين واحد الجدل كبير داخل مجلس مدينه الضاربيه على مستوى المنح تاع الجمعيات الاجتماعيه. انت كما قلتي انتما تخدموا على الشق الاجتماعي، كيفاش شتي هاد الامور انت داخل مجلس مدينه الضاربيه؟ يعني لم يتم صرف المنحه ديال هاد الجمعيات؟ لا، جيت طيبه. لان احنا مطلوبين باننا ندخلوا للمجال ديال الرقمنه. ياك. وبالتالي هذا 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 مطلب خاص يواكبوه الفاعلين المدنيين والفاعلين الجمعويين. هذيك لابليكازيون ديال كازا ان ويدخلوا المعطيات ديالهم وتحطوا الدافع على المشروع ديالك وتدوز في اللجنه وهذاك، احنا مع هذه الشفافيه. صافي خاص قطيعه مع ان كما قلت لك انا جمعيه انتمي الى حزب او عندي اتصال مع عضو او منتخب، وكيبقى الهدف الاساسي ديالي باش نولج للمنحه هو هذاك العضو ولا المنتخب، العضو ولا ذاك اللي غيدافع عليه في اللجنه. وبالتالي الا كانت عندك مشروع تيسيب لي وقدرتي تقنع اللجنه اللي هذا العام تنقول لك انهم مجرد ارقام ومجرد مشاريع، يعني ما كاينش فلان ولا علان ولا هذا. ولابليكاسيون كتبان لي بانها تبارك الله. ولكن هاد لابليكاسيون عطلات الناس باغي الدعم، يعني واخا ديك الفوتات يعني ماشي شي مبالغ كبيره وتعطل، يعني ما تصرفش لهم هاد المساله هادي، ما تصرفش لهم الدعم ديالهم. لا، راه تم راه كما قلت لك راه تم تصنيف الجمعيات يعني ما بين ا وبي وسي. كما قلت لك احنا الحمد لله كنا من ا. اذا هنا راه كاينين الناس اللي تياخذوا خذوا واحد الوقت وعطاو واحد لو ديلي. لا، لو ديلي الاول عطاو سيمانه وعاود زادوا سيمانه وعاود زادوا سيمانه. يعني يعني راه هنا خلاو الجمعيات على اساس انهم يتحاولوا يتعاملوا مع هاد لابليكاسيون. واللي ما فهمش راه كانوا دائما هذوك الشركات اللي كانت ساهره على لابليكاسيون كتجي للمقاطعات وكتحاول تبين اشنا هو المطلوب من الاداره او المكتب الجمعيه
كيفاش يولج لهذا هذا ويسجل البيانات ديالو ويدخل ويولي عنده رمز ورقم. انا مع هذا الرقم لان البلاد غادا في هذا الاطار. شو المحور الثاني وقضية المؤسسات التعليميه؟ واش انت تتفق مع الراي الان اللي تيقول بان خاص المؤسسات التعليميه يعني تفتح الابواب ديالها في وجه الجمعيات الجاده خاصه الجمعيات الرياضيه؟ واخا انت كما قلتي ما تهتمش بالجانب الرياضي ولكن شو تتفق مع هذا الراي هذا؟ ولا خاص المؤسسات التعليميه تبقى يعني سادة الابواب ديالها و الدور ديالها هو التعليم ماشي هو تنفتح على الجمعيات؟ لا راه هذا هو العائق. بعض المرات راه كنقول لك جمعيه ما تتعرفش الادوار ديالها وما وغير مؤهله انها تولج للمؤسسات رغم ان كاين مذكرات في وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه على اساس الانفتاح المؤسسات على الجمعيات المحيطه بالمؤسسه. وهنا الناس ما طالعينش على هاد المستجدات. وبالتالي راه لو ان كما تنقولوا الجمعيات فتحات الافاق ديالها ومشات دارت الشراكات وكانت مآمنه بالمعطيات اللي عندها وبالمؤهلات اللي عندها غادي تعطيها المؤسسه المجالات اللي غادي تشتغل هي وياها وفق واحد الاتفاقيه ووفق واحد المنهج اللي ربما يكون الاهداف ديالو تكون على صعيد المنطقه والمحلي وعلى صعيد المؤسستين بجوج، المؤسسه اللي هي المؤسسه المدرسه العموميه ولا هي الجمعيه الشركه اللي محيطه بالمؤسسه. ولكن هناك من يقول بان المؤسسات التعليميه تفتح الابواب ديالها في وجه الجمعيات يقدر يخلق مشاكل في المدارس العموميه، يعني تكون شي فوضى تكون شي مشاكل. انا نقول لك دابا مؤسسه لو وقعت شي خسائر شكون يتحمل هذيك الخسائر؟ نقول لك مؤسسه انا اللي تنتشرف بالرئاسه ديالها ديال جمعيه الاباء، حنا عندنا الرياضه في الابتدائي واللي كدير الرياضه في الابتدائي هي جمعيه وافده، يعني ناشطه داخل ناشطه وافده وتدير البرامج ديالها وفق البرنامج المسطر. كاينه المدرسه فين هي؟ مدرسه المسجد. راه كنت درتها في الفيسبوك، قلت لها واحد النهار قلت لك راه الرياضه وكنا درنا واحد اليوم اولمبي كانت دارت ديك المدرسه عموميه. تنقول لك راه خاص الانسان يقلب راه خاص يدير البصمه ديالو في المنطقه ديالو عا باش يشوف ما هو جهوي ما هو وطني. هذه وحده باش نقول لك على مؤسسه ديال منتدى الشباب 2030. تنقول لك الامور الاخرى خاص الجمعيات تعرف ما لها وما عليها. راه كاين اللي ما تينشطش العام كامل وتيجي وتيقول لك انا خاص اللي يدعمني وخاص اللي يديرني وخاص اللي طبيعي الحال. كانت واحد في سنوات الثمانينات ولا كانت المدارس العموميه تتفتح الابواب ديالها في واحد الشباب باش يمارسوا داخل الملاعب تاع القرب، وهي اللي ساهمت يعني في ابراز مجموعه من المواهب الكرويه. لعبوا في الراجل، لعبوا في الوداد، لعبوا في الرشاد البرنوسي. تقدر عاوتاني نديروا انطلاقه جديده في هذه القضيه تاع الملاعب داخل المؤسسات الرياضيه تولي تلعب الدور هذا. سي احمد واش كنتي دابا انت الحمد لله راك ود المنطقه وتتعرف بنو حزم. بنو حزم واخا غنشيروا لكن ربما بعض المدارس اللي بنو حزم راه كان عندها فريق ديال كره السله اللي لعبوا الفتيات ديالو فرق كبيره لا في برا لا في التبغ. يعني التعليم الرياضه المدرسيه كان عندها دور كبير. شوف الرياضه المدرسيه دابا راه كاينه، راه كاينه الرياضه المدرسيه، راه كاينه الجامعه الملكيه المغربيه الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه. واش بنادم مطالع على هذه الجامعه تيعرف اشنو هما الجمعات ديالها، اشنو هما البرامج ديالها، فين تتشارك؟ مؤخرا شاركت في نيروبي، شاركت في الامارات، عندها العدو الريفي ربما تنظن السنه المقبله حطها في الاستراتيجيه ديالها. عندنا الجمعيات الرياضيه داخل المؤسسات التعليميه لا الثانويه لا الاعداديه لا الابتدائيه. واش الانسان ملي تينخرط في هذه الجمعيه الرياضيه كطالب ولا كتلميذ واش كيسول اشنو هما الادوار اللي ممكن انه يديرو كطالب؟ عقلتي في الايامات اللي كنا كنمشيو حنا نديرو لايسيست عقلتي؟ دابا قصدت في السؤال ديالي بطبيعه الحال. واش كانت هي من احد الركائز انها كتكون الطالب رياضيا ونفسيا وتيستعد انه يدخل لفرق اخرى؟ راه الرياضه المدرسيه اللي كنا كنديروا في افريقيا
فيها العدو الريفي فيها واش ما كانش تعطي ابطال واش ما كانش واحد الحيويه رياضيه في المنطقه ولكن حاليا حنا تنهضروا حاليا واش كاين الحيويه ممكن ان نخرجوا بها هي الرياضه دابا رجعت للتعديل انا كنقول لك كاينه الجامعه المغربيه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه وفيها اطور ديال الاكاديميات وفيها اطور ديال هذا يعني خاص بحال دابا هذه الجمعيه تنقول كاين مذكرات الانسان يمشي يقلب كاين مذكرات يعني الكره في مرمى الجمعيات الجمعيات اللي ممكن انها بغات تولج يمشيو يدقوا على المدراء المدراء سمعنا بان راه كاين واحد المذكرات ديال انفتاح المؤسسه العموميه على الجمعيات المحيطه بها اشنو هما الادوار اللي ممكن ان نديروا نساهموا فيها من غير الجانب الرياضي تنقول لك بطبيعه الحال راه كاين ادوار اخرى راه هاد كاين انشطه ثقافيه انشطه اجتماعيه راه ملي ملي كدير واحد لي زوبستاكل عليك ما تبقاش تشوف الاخر انه هو اللي يدير لك هذاك بالعكس حل خاصك تحل الباب وما تنتظرش من شي واحد انه يقول لك لا خاصك دير باش هاد القضيه تحل الباب رجوع قضيه الدعم مساله تحل الباب تيقول لك البعض بان الجمعيات ما خصهاش تبقى معوله غير على الدعم تاع مجلس المدينه يعني هي خصها تقلب على شراكات تقلب على وسائل دعم اخرى من طرف جهات اخرى يعني واش تتفق مع هذا راه معاك علاش كنقول لك دابا انا حيت دابا كاين دابا تنقول لك دابا جمعيات ما اكثرهم كاين جمعيات اللي مناسباتيه يعني ما العام كامل راه فيه الايام الوطنيه وفيه الايام الدوليه وفيه على حسب التخصص ديالها راه دابا كنشوفوا الجمعيات النشيطه دابا في الاحياء هي الجمعيات الرياضيه دابا حاليا علاش لان توفرت ليها الملاعب القرب داروا مدارس كرويه داروا شراكات داروا انشطه رمضانيه ربما داروا تظاهرات غادا تكون هادشي ديال كاس العرش ولا كاس الشباب ياك هاد المناسبه عيد الشباب اذا مناسبات كاينه الارضيه كاينه ولكن جمعيات قليل اللي ناشطين ولا مشينا معاك لي دوسي ديال الجمعيات الرياضيه عندنا في المنطقه غتلقى بزاف اذا هنا فين كيبان لك واحد التغربيله كاين اللي كيبحث وكيدق وكاين اللي كيبقى معول على داك انا جمعيه رياضيه لا عطيني الحصاص لا فهمتي القصد ديالي يعني تيبقى دائما معول وهذا هادو منين جاو هاد الاتكاليه جات كنقول لك ملي بدات سير دير جمعيه راه كاين المبادره المبادره راه جات باش انها تعطي واحد المجتمع حيوي واحد التنميه اقتصاديه تعطي واحد الشباب والجمعيات خصهم يعطوا حتى افكار يعني ما الافكار من اجل تطوير المدينه من اجل يعني تطوير العمل الجمعوي داخل هذه المدينه هذه من هنا تنشد بايدي بحراره على بعض المجالس المنتخبه اللي لا في مقاطعات لا في مجلس المدينه اللي كتحاول ان دير دورات من اجل الاستماع للمجتمع المدني وتعرف الطموحات ديالو الادوار ديالو كانت عندنا واحد التجربه في مقاطعه سيدي عثمان على العموم ان كانت واحد بصريح العباره كانت مزيانه يعني بادره طيبه ان يكون واحد الايام ديال التحاور المدني مع الجهه المنتخبه والجمعيات وكتصنت ليهم وكتحاول تجسد هذوك الافكار ديالهم واللي ممكن التنزيل ديالها تنزلها اللي ممكن انها تكون في المدى القريب او المدى البعيد اللي تحاول تبروغراميها هذه مزيانه لماذا لا المقاطعات الاخرى دير بحال هاد المجالات غير خاصها تكون شويه ديناميه وتكون دائما يعني سنويه يعني يكون الانفتاح ما بين مجالس المنتخب المنتخبين وما بين الجمعيات بطبيعه الحال لان يكون اتصال مباشر واتصال دائم لان راه في القانون راه هو اشراك المجتمع المدني في تنزيل السياسات العموميه راه بغيتي ولا كرهتي خاصك تصنت المجتمع المدني كما كان ودير دورات تكوينيه لهذا المجتمع المدني اللي هو عندك في الاقليم راه هنا علاش عندنا كنديروا اللجنه الثقافيه في المنتدى الوطني تيدير الدورات هذه هو اللي كان دارها معنا بشكور سي مستور كنقول لك راه هنا فين كاين الادوار الحقيقيه ديال المجتمع المدني والفاعل السياسي والفاعل الاقتصادي في كل منطقه سي عادل شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه فاسبريس الى اللقاء في فرصه قادمه وفي حلقه جديده من برنامج كازا سيتي